من كتر التركيز ومن كتر الضغط الاعلامي والضغط الجماهيري والضغط كذا وكذا، بتلاقي اللعيب نفسه مستواه بيقل شويه، مستواه بيقل شويه. عشان كده مش عايز حضراتكم تضغطوا على اللعيبه. اللعيبه دي خدت دوري وخدت كاس قبل كده وخدت بطوله افريقيه، ولسه قدامنا، لسه قدامنا الدوري فيه كتير، ولسه قدامنا كاس مصر لسه فيه كتير، ولسه البطوله الافريقيه في تاني مباراه. قدرنا نحصل على نقطه هامه جدا جدا. وبافتكروا كلامي ده، ان النقطه دي احنا كاهلاويه على فكره برضو، عشان الناس ما تقعدش تتكلم في الموضوع ده كتير، احنا كاهلاويه ما بنفرحش قوي بالنقطه وما بنفرحش قوي بالتعادل، ولكن احنا كاهلاويه دايما بنحب نفكر بالعقل شويه، لان احنا في ناس تانية دايما لما بتيجي تفكر بتفكر باشياء اخرى غير العقل، ولكن احنا كاهلاويه بنفكر بالعقل. اهم من اهم المكاسب دايما لما نيجي نبص للايجابيات في هذه المباراه. ايجابيات هذه المباراه، النقطه ايجابيه في هذه المباراه، لانه المباراه القادمه مهمه جدا، خصوصا بعد ما شفنا فيتا كلاب النهارده عامل مباراه جامده جدا. اللي اتفرج على مباراه فيتا كلاب وسيمبا، يعني انا اخر حاجه سايبها 5-0، ما اعرفش هقول لكم دلوقتي النتائج كام، لكن خلصت النتيجه 5-0 لصالح فيتا كلاب. عمل مباراه، لان فيتا من الانديه الكبيره جدا والمهاريه جدا 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 فيتا كلاب الحقيقه. عشان كده بقول لكم ان النقطه دي مهمه جدا. المباراه الجايه الافريقيه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، مباراه سيمبا التنزاني، خصوصا بعد خساره سيمبا بخماسيه مقابل لا شيء. الاداء في النص ساعه الاخيره مثلا نيجي نتكلم عنه، هنلاقي لا، في كره اتلعبت، في كره اتلعبت على الارض،